مشتاق لصوتكم سمعوني فدوى السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليك يا باب أسر وربك في المجرة فاقر فجر وإنك للجلالة فاقر آي من اللوح العظيم تبسملت فيها أنا أجيب الخلود تكبر يا نحن داودين وسطوتنا إن لم تكن نفسا يتيه ويكسر شعر للبيت الأستاذ الأديب أحمد ماضي القلعاوي يا نحن داودين وسطوتنا إن لم تكن نفسا يتيه ويكسر الباء باب للعطية والقاف قاب والمقاوس مقمر السلام عليك يا باب الحوائج الله الله السلام عليك يا يستاهل الإمام الباقر فدوى السلام تبحث عن قداسة كحلها ورداك كحل فاطمي طاهر ذكراك يا طاهر الصبا بجياحه جرحا يشيب ويكبر يا قبلة القلب المعتق بالولا من قال في أرض البقيع مقابر من قال في بقيع مقام لعد شنو هذي كعاب للضمائر عمرت مكة غيب والملائك حضر فدو روح الهذائر فدو روح لكم معتب يا قبلة القلب المعتق الولا من قال في أرض البقيع مقابر هاك عاب في الضمائر أمرت مكة غيب والملائك حضروا عطشون يطوفوا
آل محمد فهم إلى يوم القيام قيادر فهم إلى يوم اللقاء بيادر بمارة ذكر المصاب يحيطنا والدمع في ذكر المصيبة سكر السلام تستغيث وترتجي لثم التراب ونسفها لا يصبر مولاي قربي فودك منقذي فعبادتي من جوارح يبحر ذكراك ترتب الكتاب وغدت بغياب ذكرك للكتاب منابر أقلامنا جف وفضلك ماطر صيحاتنا بوحت وأنت حاجر السلام السيف المهاب بغمده في كل جمع لو ذكرت اسمع تفجر إنا عبيدك يا ابن كل عبادة والقرب منك تجارة لا تخسر إنا يا عبيدك يا ابن كل عبادة والقرب منك تجارة لا تخسر لو لم تكن للعلم يوما باقرا والله لن يسمو لعلم باقر صلى الله على محمد وآل محمد.